تصدر حفل الزفاف الأسطوري الخاص بالمليونير الهندي أنانت أمباني وزوجته الترند على كل وسائل التواصل الاجتماعي عالميا باعتباره أطول وأفخم حفل زفاف شهدته القارة الآسيوية في القرن الحالي، وده طبعا بالإضافة لأنه الأطول، وخصوصا أن الاحتفالات بالزفاف استمرت لمدة 7 شهور وبلغت تكلفته حوالي 320 مليون دولار. والحفل حضروا عدد كبير جدا من نجوم بوليوود، منهم طبعا سلمان خان، وكمان كان في عديد من الشخصيات السياسية العالمية، وكان منهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.